طبعا يا شباب، المنطقة هذه منطقة بيت الكبش في الحيمة الداخلية، من أروع المناطق في اليمن. شلال رائع جدا طوال السنة. شاهدوا الشلال يا شباب، ما أجمل اليمن وما أروعها. لاحظوا الآن أنا أصور لكم من جوار الشلال تماما. لاحظوا يا شباب كمية المياه المتساقطة من هذا المكان طبعا، وهذا هو مصدر الشلال. اليمن تزخر بالسياحة وتزخر بالثروات. اليمن بلاد الفن وبلاد الإبداع وبلاد النعم وبلاد الخير. انظروا تمتعوا، ما هي إيطاليا يا أصحابنا في إيطاليا وفي فرنسا وفي هذه هي اليمن، ولكنكم لا تعرفون حقيقتها.